يرفعنا يدفعنا يجمعنا العلم، يحمينا ينجينا يهدينا العلم. لا 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 لا. الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي دل الأمة على الخير وسلك بها إلى طريق الأمم الأقوم. فالعلم هو السلاح الوحيد الذي على الجميع الأمم الانشغال بالتسلح به لمحاربة الجهل الكامل في كل مكان، وهو جنة الدنيا والطريق الذي يصل بالإنسان إلى جنة الآخرة. ومع القرآن الكريم تلاوت الطالبة ثويبة السياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الآن مع الحديث الشريف مع الطالب راجان الحضرمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة عن العلم تقديم الطالب حمد الريامي. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. أي أن البيوت تبنى بالعلم وتهدم بالجهل. ومع الدعاء والطالب طارق العبر. يرفعنا